السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. عواشركم بروكه، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه وطول العمر وبالهنا وبراحه البال، ويرفع علينا ربي هذا الوباء وترجع المياه لمجاريها ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله غيكون مختلف على جميع الفيديوهات اللي مولفه كنحط لكم، وبمناسبه دخول بمناسبه قبول العيد ان شاء الله. حنا دابا في 3 ايام، بغيت ندير لكم واحد الفيديو اللي مختلف، بغيت نوريكم مشترياتي ديال العيد ان شاء الله. ما عمري شاركت معكم المشتريات، ديما كنديروا روتين خفيف ظريف كنديروه في المطبخ. اليوم بغينا نكسروا هذا الروتين هذا ونشارك معكم من هذا الفيديو هذا، نشارك معكم ان شاء الله من الدار ديال اختي. كادا تبان لكم مختلفه، لانني دابا انا كاينه عند الاخت ديالي في هاد سيدنا رمضان، دوزت معاها واحد يومين وقلت خديت شي حويجات وبغيت نشاركو معكم ونبارطاجي معكم ان شاء الله هاد الفيديو هذا. وكنتمنى يكون كنتمنى هاد الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم، وما تنساونيش دائما وابدا مع اختكم وصفات صوفيا، ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه، بركوا على البطونة الحمراء وجيم والتعاليق ديالكم، خليو لي التعاليق ديالكم وعطيوني اراء ديالكم في المشتريات ديالي، واش كنعرف نختار ولا ما كنعرفش نختار، واش ما عجبتكمش شي حاجه قولوا لي اللي في راسكم قولوها لي. انا كنشكر البنات اللي كيخليو لي التعاليق ديالهم وكنقول لهم شكرا لكم بزاف، كنشكر صحاباتي خواتاتي الصديقات ديالي اللي كيسولوا عليا في الواتساب في الخاص، كنقول لكم شكرا لكم، كنقول لكم عواشركم بركه، وكنقول لكم تفرحوا وربي يحقق لكم اللي بغيتوه ان شاء الله، وتفرحوا بوليداتكم والله يخلي لكم والديكم اللي مازال عايشه الله يطول عمرها، واللي ماتت الله يرحمها ويوسع عليها. المهم البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو ويجي ممل، اللي بغيت نوري لكم ان شاء الله كتشوفوني دابا مبنده بهذا القفطان هذا. بغيت نوريكم هذا القفطان اللي خديته، خديت الثوب وعاد خيطته ولبسته باش تشوفوه مزيان كيف كتشوفوا معايا. هادشي مال البنات، بغيت نوريكم هاد الثوب هذا اللي هو اللي عاد خرج، يعني ثوب جديد، هادو اللي عاد ولاو دابايا الثوب ديال الجوهره اللي كيسميوه الجوهره ديال الحنش. كل واحد كيفاش كيقول لي، كيقول ليه الحنش، كاين اللي كيقول ليه سيربو، كاين اللي كيقول ليه جلد الثعبان، كل واحد باش كيعيط ليه. خديته فهاد اللوين هذا، ما هو خضيضر زيتي، يعني فيه بزاف، فيه شي ثلاثه د اللوينات، وفيه كيسقى لي كيف كتشوفوا معايا. درت ليه الخياطه ديال الدبانه، ودرت له هاد الحجيرات هادو اللي هما غاديين في الخضيضر كيف كتشوفوا معايا، يعني هاد الخياطه هادي اللي ولاو كيديروا الناس بزاف وكتمشى مع هاد الثوب ديال الجوهره. هانتوما كتشوفوا معايا هنا كاينين واحد الحجيرات خضرين كيف كتشوفوا معايا، حجيرات خضرين صغيورين كيبانوا مزيان، وهنا واحد الحجيره حتى هي. هانتوما هاد الثوب هذا كيكون مسقسق، لان هذا هو الموديل الاخر، حيت كان واحد الموديل اللي كتخرج فيه التاج كيكونوا فيهم التاج، هذا هو الموديل الاخر. انتما كتشوفوا معايا الخياطه كي درت ليها. شفتوا هاد القفطان اللي وريتكم ديال الجوهره، ونسيت ما قلت لكم هاد الحزام اللي هو كيتمشى معاه حتى هو. هاد الحزام هذا البنات كيدير 30 درهم، هانتوما هذا بالحرير حتى هو وطويل، يعني ضروري الا عندك مضيمه كديري مضيمه، ما عندكش كديري الحزام، ولكن هو الحزام كيمشي واحد الموديل سويل كيجي معاك كيواتي. المهم كي شفتوا معايا دابا غادي نبارطاجي معكم، غنوريكم الجليبه اللي خديت حتى هي. هانتوما كي دايره، راه تكمشات ليا شي شويه من التحت، معكم جايباها وتكمشات. هذا هو الثوب ديال المليفه، ولكن هذه المليفه رقيقه يعني صيفيه وسميتو، ودرت ليها يدين، درت الكمام قصار وخيطتهم حتى هما كتشوفوا معايا، درت ليهم هاد الحجيرات هادو وفيهم هاد الطرزه هادي بالسقلي. هذا راه كاين في الثوب ماشي الخياط اللي كيديرها لك، وكي كتشوفوا القب حتى هو، هانتوما كتشوفوا القب. المهم انا غنلبسها لكم باش تشوفوها مزيان ان شاء الله.
الناس دابا غادي نوريكم الجديده اللي خديت ديال العيد ان شاء الله وديال الحضور. هذا ما غاديش نخرج بها طبعا نتقدى ولا نمشي بها السويقه ولا شي حاجه، هذه غير الحضور ولا كما قلت لكم في مناسبه ديال الحيد. هذا هي الجديده اللي خديت، هانتوما الطرزه اللي فيها. هذه الطرزه كتكون مع الثوب وهذه مليفه رقيقه صيفيه ولوين حتى هو صيفي. هادو هما الحجرات اللي درت معهم الخياطه، هانتوما من هنايا حتى هنا غادي هاد السينته كامله غدا بالحجر. انتو كي كتشوفوا معايا السينته كامله غدا بالحجر، هنا تكمشات ليا شي شويه حتى نبغي نلبسها ونديها مصبانه كلها. من هنا الطرزه كيف كتشوفوا معايا ها هي. شوفوا هنا القبيب درتو صغير هو، قدرتو صغير كله غادي بالحجرات كله. وهاد اللوين هذا صافي، معمري خديت انا بهاد، معمري خديت هاد الثوب هذا فهاد اللون هذا. ديما كناخذ الكحل، كناخذ الزراق، كناخذ البلوماري. هاد الخضر قلت غادي ناخذ هاد الصيف، زعمت عليه ولكن طلع زويون كيف كتشوفوا معايا نتوما. وقولوا لي بالصحه واش عجبكم هاد الشيء. ها نتوما خليو لي التعاليق ديالكم وقولوا لي واش الجليبه طلعت زوينه ولا لا. الكلام درتو مع البنات قصاري، حتى الا بغيتو ديرو شي كورميطا ولا شي سنيسله ولا الا بغيتو ديرو شي سويعه تبان ليكم كتجي زوينه، ماشي بحال الا جات جلابه طويله ولا درتي شي حاجه مكتسبه كتبانش بحال هكا، كتجي شويه مودرن وعصريه. دابا غنوريكم البيجامات، لان ضروري من البيجامات خاصك تاخذي البيجامات لحقاش الا مشيتي عند شي حد ولا جا عندك شي حد، ماشي غتبقاي جالسه بجلابه ولا غتبقاي جالسه بقفطان. ضروري ما غادي تدخلي الكوزينه وتشمري على دراعك، ضروري ما غتوجدي، يعني ضروري خاصك بيجامات. البيجامات اللي خديتها للناس بيجامات صيفيين اللي كتشوفوا معايا ها هي، خديت هذه بارده وفي لون غوز زويونه في الصراحه، فن بارده بارده، التوب ديالها غزاله البنات بصراحه روعه. الا كانت كتبان لكم مزيان صافي كي شفتوها معايا هانتوما. غنوري لكم السروال ديالها حتى هو كيجي زوين، ماشي كيجي زوين راه زوين هانتوما. واحد السريويل في الغوز حتى هو زوين ومجموع من هنا مقبوط من التحت. انا كنحماق على شي حاجه مقبوطه من التحت، شي حاجه شي سريولات اللي كيكونوا فيهم هاد الباندات هادو كيعجبوني بزاف. كي كتشوفوا معايا وكنميل بزاف لهاد اللوينات هادو هانتوما. هاد السروال هذا بارد، عطيت التوب ديالو فن فن، ماشي شي حاجه زعما اللي نيلو ولا شي حاجه سخونه ولا هادشي ديال الصيف كيف كتشوفوا معايا. والثمن الثمن حتى هو زوين مناسب رخال، لا غير اللي ما بغاش يلبس 70 درهم، 70 درهم كدير هادي. وهذه كذلك هذه مليفه، ولكن مليفه مبره عفوا هذه مبره البنات، انا شي حاجه د المليفه كتحمقني، ولكن هذه مبره، ولكن مبره بارده بارده. وهذا اللوين هذا زوين وانت هو كي كتشوفوا في اليدين ديالها فيها الباندات وفيها واحد نونوس هنايا. سميتو انا كنقول العيالات واخا يكونوا كبارات في السن شي حاجه دائما خذوا في شي البيجامه اللي كيكونوا فيهم نونوسات كيكونوا فيهم الوريضات، كتعطي واحد الجمال ديال المراه، يعني كتعطيك حتى ديك الشبابيه، يعني دائما فرحي براسك ما تبقاش تشري داك الشيء سامبل لون واحد. ما كنحبش انا دوك الالوان، كتعجبوني اللوينات يكونوا فيهم قلوبه، يكونوا فيهم وريضات، يكونوا فيهم نونوسات. علاش ما لبستش انا نونوس؟ علاش ما نديرش بوندو فيه نونوس؟ علاش مالي واش كبرت زاله صغيره. هاد البيجامه هذا هو ده هو السروال ديالها كي كتشوفوا. السروال كما قلت لكم انا كتعجبني شي حاجه ديال الباندا، خديتها حتى هي من هنا باندا ها هي كتشوفوا كتحمق زوينه فنه بزاف ورطيبه وبارده هانتوما. فيهم نونوسات كما قلت لكم انا شي حاجه ديال نونوسات، بغيت نقيس لكم ولكن الصراحه عييت مع النهار كامل وحنا كنخبطوا رمضان وعارفين رقم الفطور وهذه ما قديتش. هذه البيجامه هي بارده فيها 3 بيس بالطوني، هذه كما قلت لكم هذه 100 درهم 100 درهم خديناها. وهذه الطوني حتى هو بارد وحتى هو بحال رطيطه رطيطه بحال الشكل ديال الموبا رطيطه بالطوني. ديرت هذا السروال هذا هانتوما، هذا السروال هذا خديته حتى هو فيه كما قلت لكم انا كيعجبني شي حاجه ديال النونوسات والكتابه وشي حاجه بحال هكا رطيطه حتى هو زوين. وهذه البيجامه ديالته ها هي
كتشوفوا البيجامه ديالها حتى هاد البيجامه ديالها هي خديتها ب 100 درهم. هادو اللي عاد ولاو دابا في الصيفات ومفتوحين، هذا الشيء دابا اللي ولاو كيتمشاو بزاف، رطيبين وزوينين وبادين، وخديتها في البيض لان ما كنلبسش البيض بزاف مع الدراري تبارك الله، وداك الشيء والشقه ديال الدار ما كناخذش، كنت نزعم هاد الخطره هادي ناخذ البيض ان شاء الله. وما كيف كتشوفوا، وخديت هاد البيجامه هادي حتى هي. هانتوما شنو قلت لكم، نونوس في البيجامه اللي شفتوها تلقاو فيها نونوس. انا كنحمق على شي حاجه سميتها نونوس وكنت لابسه نونوس. هانتوما كما كتشوفوا، كما قلت لكم نونوس شي حاجه فنه، وهاد اللون غزال، انا كيحمقني هاد اللون هذا حتى هو، وغنوريكم هذا السروال ديالو. ها هو هذا السروال، وفيه هاد الحزيم هذا بالسقلي ورطيطب، يعني واحد شنقول لكم، واحد التوابات فنين رطيطبين وبادين ديال الصيف. المهم كما شاركت معكم خوتي وخواتاتي البيجامات، ما تنساوش تخليو لي تعليق واش وقولوا لي واش الذوق ديالي زوين ولا خايب، خليو لي التعاليق لانني كنقرا التعاليق كامله، ويلا سولتني شي وحده راني كنجاوبها في الحين. المهم البنات بغيت نوريكم السيكان حتى هما اللي خديت ان شاء الله، هما هادو. هذا الساك فادي اللي كيف تشوفوا، هذا دوزيام شوا، فيه بروميير شوا ولكن هذا دوزيام شوا. بروميير شوا كيكونوا شويه غاليين، يعني كيوصلوا حتى ل 20000 هذاك الشيء، هذا بروميير شوا ولكن كيهز. هذا انا درتو خديته غير على ود وليداتي، ملي كنبغي نهز ليهم شي حاجه شي كريمات ديالهم، ولا ناخذ لابغوس، ولا عندي الدراري الصغار كيهز بزاف. هانتو خديته في هذا اللون، هذا روما، هذا فاندي روما، نتوما كتشوفوا كبير. نتوما هادو كيديروا 8000 ريال، خديتهم انا ب 7000 ريال، وخديت واحد السويك صغير، هذا ولد هذا. هذا كذلك خليته غير للمناسبات، هانتوما هذا غير المناسبات، مثلا الا بغيتي تمشيتي شي اسبوع، مشيتي شي فرح، مشيتي شي عيد ميلاد، ولا مشيتي عند العائله، ولا حتى خرجتي بغيتي تساري مع مولا دارك وليداتك وداك الشيء كتلبسيه، ولا كديري بحال هاد الشكل هكذا كيتلبس هكذا. زوينين البنات كي كتشوفوا هما، وكيديروا غير 100 درهم، يعني راه الثمن زوين ومناسب، وكيجيو حتى مع الجلبات. هانتوما كيف كتشوفوا الكحل، واخا في الكحل اللي جا مع هذا اللون هذا، وهذا عاوتاني كنهزو بحال هكا، هذا الا بغيت نلبسو كنهزو بحال هكا. هانتوما وهذا الشيء الحمد لله اللي عطى الله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. خوتي خواتاتي ختامه مسك، قولوا لي كي جاتكم المشتريات ديالي، ما تنساونيش التعاليق ديالكم كتهمني بزاف، كنبغي ناخذ الاراء ديالكم، قولوا لي الذوق ديالي واش زوين ولا خايب، كي جاكم القفطان، كي جاتكم الجليبه، لان اول مره كنبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا، ولا شفت التعاليق ديالكم كثيره وشفت لايكات غنبقى نبارطاجي معكم ديما بحال هاد الفيديوهات هادو، ونقدر نبدل حتى المحتوى ان شاء الله، وندير غير المشتريات والتقضيه والخرجات وهداك الشيء، ولا نخلط ندير خلطه جلوطه. المهم ما تنساونيش باش ما نطولش عليكم فيديو، ما تنساوش لايك واشتراك القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على المشاهده، وشكرا اللي عطيتوني وقتكم وشاهدتوا معايا هاد لا فيديو. كنقول لكم مع السلامه، الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.